مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة أكيد مهمة ومليئة بالعديد من الأخبار المتنوعة محليا وعالميا وكمان فيما يتعلق بالنادي الأهلي وآخر جديد يخص هذا الكيان. حلقة النهاردة هتكون عبارة عن 45 دقيقة بس، حلقة مختصرة لأن عندنا بعد الحلقة دي استوديو تحليلي خاص بمباراة مصر منتخب الشباب أو عفوا المنتخب الأولمبي في مباراة مصرية ومهمة جدا أمام المنتخب مين يا جماعة احنا لا مين نسيت والله جنوب أفريقيا. مباراة قوية جدا ومهمة وإن شاء الله بإذن الله تؤهل المنتخب الوطني لأولمبياد طوكيو، ده هدف مهم جدا بالنسبة لنا في الحقيقة. انسى خالص اللي حصل امبارح، المنتخب الأول انسى خالص دلوقتي المنتخب الأول، مشاكل كتير وأزمات كتير وأداء ولا أسوأ من كده، واتكلمنا في الجزئية دي، لكن النهاردة إن شاء الله كل تركيزنا مع المنتخب الأولمبي عشان إن شاء الله يحقق حلم المصريين بالتأهل لأولمبياد طوكيو وتبقى خطوة مهمة كمان عشان نحقق البطولة اللي على أرضنا بإذن الله. بالتالي عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، نروح نشوف بس الأول أهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الليلة المنتخب الأولمبي يواجه جنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة. عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي الدوليين. جيرالدو يصل القاهرة غدا. حسام البدري يطالب لاعبي المنتخب بإغلاق ملف جزر القمر. جريدو بعد تولي تدريب النجم الساحلي، مباراة الأهلي ليست مصيرية. محمد صلاح يصل إنجلترا بعد انتهاء رحلتها العلاجية في دبي. وكيل النني يوضح حقيقة عرضه على ميلان. طيب انا عايز ابتدي باخبار النادي الاهلي لان في الحقيقه النهارده كان في مباراه وديه مهمه جدا في اطار الاستعداد لتحديات مهمه قوي خلال الفتره اللي جايه محليا وافريقيا. المباراه كانت امام الاتصالات، الماتش ده ابتدى في تمام الساعه 4 عصر وخلص من دقائق وانتهى فوز النادي الاهلي بهدف للا شيء احرزه وليد ازارو من ضربه جزاء. استعداد مهم قوي للنادي الاهلي، تفاصيل كتيره جدا بيركز عليها مستر ريني فايلر في مباراه اليوم من خلال استعانه ببعض اللاعبين اللي كانوا بعيد الفتره اللي فاتت عن النادي الاهلي، ابرزهم مثلا المصابين مثلا سعد سمير بيعود عوده مهمه، عندك برضو الوقوف على بعض المستويات الخاصه ببعض اللاعبين لنتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بالاضافه لاستعاده البعض ان شاء الله لمستواهم، فانت بتشتغل على كده، ابرزهم طبعا وليد ازارو اللي احرز الهدف حتى لو من ضربه جزاء، فهو خطوه مهمه جدا نحو استعاده ثقه اللاعب في نفسه، فاكيد ده شيء مهم ومميز، واستعداد ده كان قوي وتجربه وديه وحيده واعتقد ان هي هتكون اخيره لان انت خلاص الماتش اللي جاي ان شاء الله بقى باذن الله يوم الاثنين نرجع للنادي الاهلي، نرجع نتفرج على ماتشات الاهلي واحنا وحشانا جدا الماتشات دي في الحقيقه. فالعد التنازلي ابتدى صعب جدا ان انت خلال الفتره دي تلعب ماتش ودي تاني، انت كده هتستعد خلاص من خلال تدريبات يوميه من بكره على طول بعد ماتش النهارده، مفيش راحه طبعا لانه ماتش ودي في كل الاحوال. التدريبات هتبقى بكره الساعه 4 وتستمر التدريبات حتى موعد السفر للجونه ومباراه نادي الجونه، هذه المباراه الهامه جدا بعد انطلاق وعوده بطوله الدوري من جديد بعد فتره توقف نتمنى ان هي ما تتكررش، يعني تقريبا 50 يوم ما بنلعبش كوره يعني. فالموضوع مؤثر على كل الناس مش الاهلي بس، وكمان الاكثر تاثيرا او الاكثر تاثرا هو المنتخب الوطني سواء الاول او الاولمبي. الاولمبي الحمد لله ماشيين كويس بحماس اللاعبين والجهد الكبير اللي بيعملوه طبعا والجهاز الفني عشان بس ما حدش يفهمنا غلط، لكن في كل الاحوال المنتخب الاول هو اللي كان متاثر جدا بالمباريات اللي اتاجلت وتوقف بطوله الدوري وتفاصيل كتيره جدا في الحقيقه. طيب كمان من ضمن الاخبار تتعلق بالنادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ يعني تواصل مع الدوليين بعد انتهاء المباراه امبارح مباراه جزر القمر عشان يحدد معاهم موعد العوده للتدريبات. هم هيرجعوا امتى؟ هيرجعوا بكره ان شاء الله، بكره اول مران للنادي الاهلي بتواجد اللاعبين الدوليين في المنتخب الوطني الاول فقط، بعد بكره ينضم جيرالدو ويوم الخميس بنسبه كبيره طبعا ان شاء الله هيكون انضمام علي معلول نجم المنتخب التونسي ونجم النادي الاهلي. فالتواصل هم طبعا خلاص الفريق او لاعبي المنتخب الاول وصلوا فجر اليوم بعد
الاداء السيء جدا امبارح، والشكل للاسف مش عايزين نفتكره، مباراه جزر القمر وكينيا كمان، فهينضموا خلاص بكره للتدريبات بشكل طبيعي عشان يبتدي بقى مستر ايه ريني فايلر يستعيد اللاعبين بشكل كبير عشان يبقى استعداد كله مناسب ومكتمل للمرحله اللي جايه باذن الله تعالى. طيب كمان من ضمن الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي، دكتور خالد محمود هيرجع من المانيا يوم الخميس، واحنا عارفين ان هو سافر مع حمدي فتحي عشان حمدي فتحي عنده جراحه الغضروف والاصابه اللي احنا عارفينها طبعا واللي كنا زعلانين بسببها جدا لمدى اهميه اللاعب. فطبعا خالد محمود كان مسافر مع حمدي فتحي، وعشان عارفين الطبيب الالماني مستر ماير هو اللي هيجري هذه الجراحه للاعب. مستر ماير ده اللي عمل العمليه لمروان محسن لو تفتكروا، عمليه الرباط الصليبي، هو متخصص في جراحات الركبه يعني في الحقيقه. ان شاء الله العمليه تنجح، هتتعمل خلال ايام قليله جدا، وكان في فحوصات طبيه لحمدي فتحي، فحوصات طبيه بتسبق اي جراحه يعني. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. كمان عندنا اخبار متعلقه بالمنتخب الاولمبي، والمباراه خلاص اقل من ساعتين وتنطلق الساعه 8، مباراه على استاد القاهره الدولي، مهمه قوي. تتاهل ان شاء الله، ان شاء الله النهارده تخلص نفسك بدري بدري كده وتتاهل لايه لاولمبياد طوكيو، لان ده الهدف اللي احنا مستنيينه. لا قدر الله لو خسرنا عندنا فرصه تانية، بس الفرصه التانية دي هتبقى بضغوط اكبر، ما فيهاش نقاش يعني، هتبقى عايز تكسب عشان تتاهل. فبالتالي من هنا جايه اهميه هذه المباراه عشان تتاهل، وعشان ما تعرضش نفسك لضغوط في الفرصة التانية، لا قدر الله ممكن تتعرض لانتكاسة بقى وما تصعدش يعني. يبقى كل المجهود على مدار السنتين ده راح على الفاضي يعني. لكن احنا واثقين كل الثقة طبعا في كابتن شوقي غريب وجهازه ولاعبي المنتخب، اللي عاجبني جدا تصريحاتهم، تصريحات غاية في الأهمية، وواضح ان هم عندهم نضج في التصريحات، حتى لو التصريحات دي بالاتفاق مع الجهاز الفني. الجهاز الفني يقول لهم يا جماعة احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ احنا عايزين ان احنا نركز اننا لسه ما عملناش حاجة. تصريحاتك تبقى في الاتجاه ده عشان تبقى عارف انت فعلا ما عملتش حاجه، هتعمل حاجه ان شاء الله باذن الله النهارده لما تكسب. فعاجبني او تصريحات الجهاز الفني واللاعبين في الحقيقه يعني. فالبعض يقول لك يا مباراه صقر، عشان عندنا المنتخب الاول كان طلع من بطوله الامم الافريقيه من جنوب افريقيا اللي كانت في مصر هنا من دور 16. لا طبعا ما ينفعش نتكلم في الاتجاه ده، هي مش مباراه صقر، دي حاجه ودي حاجه. ده منتخب وده منتخب تاني خالص، والمنتخب اللي هيلعب النهارده افضل بكتير من المنتخب الاول في الحقيقه يعني. فبالتالي لو اللاعبين بيفكروا بالطريقه دي او الجهاز الفني هتبقى في خطوره علينا. احنا بنلعب مباراه هي مش زي اي مباراه طبعا، لان هي مؤهله لطوكيو للاولمبياد، لكن في نفس الوقت انت بتشتغل على امكانياتك وعلى نقاط الضعف عند الفريق المنافس، وكمان كيفيه التعامل مع نقاط القوه عند منتخب جنوب افريقيا. فده التركيز الواضح اكيد هيكون عند الجهاز الفني واللاعبين. تغييرات في التشكيل ما نتوقعهاش يعني في الحقيقه، كابتن شوقي غريب مستقر على التشكيل زي المباراتين او الثلاثه اللي فاتوا. ممكن بس ايه يبقى عبد الرحمن مجدي مكان صلاح محسن لو جه التشكيل في اي وقت هنقول لحضراتكم، او ممكن مين كمان تور مكان عمار حمدي يعني. فهنشوف تشكيل الانسب ان شاء الله كلهم يكونوا موافقين. تصريحات نجوم منتخب مصر مصطفى محمد مثلا قال ايه؟ قال ان احنا عندنا هدف واحد وهو التاهل للاولمبياد والفوز بالبطوله، وان احنا كل تركيزنا دلوقتي على الهدف ده. انا ما بفكرش في اي عروض احتراف خالص، مش ده التوقيت، ولسه ما اعرفش انا هكمل في الزمالك ولا هحترف. كل اللي مركز فيه ان انا احقق اللقب، ومش بفكر كمان في القاب فرديه. احنا عارفين ان هو متصدر هدافي البطوله برصيد 4 اهداف، وهو لعيب في الحقيقه ما شاء الله عليه مميز. رمضان صبحي كمان بيقول ان هدفنا هو التاهل للاولمبياد، وبالتاكيد بيقول كمان كل لاعب بيتمنى الاحتراف، لكن مش ده التوقيت للحديث على او عن الاحتراف. وان هو كمان مركز حاليا مع المنتخب، واتسال على موضوع المقارنه ما بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، قال ما فيش مقارنه، ما ينفعش ان انا اقارن ما بين الاول المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. احنا بس مركزين دلوقتي مستنيين دعم الجماهير في ايه؟ في مباراه اليوم عشان نحقق الهدف الاولاني وهو التاهل، والهدف الثاني ان شاء الله نحققه يوم الجمعه اللي جايه. في بالمناسبه في مباراه بتقام دلوقتي فقبل النهائي برضه ما بين غانا وكوت ديفوار، المباراه انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 في مباراه مثيره جدا. هم دلوقتي في الاكسترا تايم، هنشوف مين فيهم اللي هيتاهل للنهائي ومين فيهم اللي هيكون عنده فرصه ثانيه للتاهل للاولمبياد من خلال مباراه اخرى. كمان محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الاولمبي قال ان احنا كلاعبين بنتكلم مع بعض وبنقول ان احنا لازم نكسب البطوله دي،
لان البطوله في بيتنا وعلى ارضنا، ما ينفعش ان احنا نخسر البطوله. عجبني كمان ان هم مش بيفكروا بس في هدف التاهل، لا انت بتفكر في اللقب. طالما بتفكر في اللقب يبقى باذن الله هتتاهل، وتيجي بقى عند المحطه بتاعه اللقب باذن الله تكون موفق فيها برضو باذن الله تعالى يعني. فتصريحات في الحقيقه كلها مهمه، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. النهارده حضور جماهيري هيكون كبير في المباراه دي، ان شاء الله يكونوا داعم قوي للمنتخب، والهدف المرجو هو اللي يتحقق باذن الله تعالى. طيب معلش يعني نروح للمنتخب الاول شويه. معلش انا عارف ان كل الناس زعلانه بصراحه، وحاله احباط موجوده فعلا عند الناس كلها من المنتخب الاول، المنتخب الاول بالتحديد. لكن في نفس الوقت انا عايز اقف عند خبر بس لسه قاريه قبل ما ادخل الحلقه من الشروق، وبيقول لك ايه الخبر؟ بيقول لك البدري يقرر العفو عن لاعبي بيراميدز. طيب الشروق كاتبه كده، خاص موقع الشروق يعني كاتب خاص البدري يقرر العفو عن لاعبي بيراميدز، يعني الخبر ده على عهده الشروق. لكن انا السؤال، لو كابتن حسام البدري قرر العفو خلاص، هل ده التوقيت للعفو؟ طب فين من بدري؟ طب اصلا احنا بنعفو عن لعيبه بيراميدز ليه؟ هم عملوا ايه؟ اللعيبه عملت ايه بتاع بيراميدز عشان ما يروحوش المنتخب؟ هو ده السؤال اللي نفسي اعرفه. طيب الكابتن حسام البدري، وانا اتكلمت في الموضوع ده امبارح واتكلمنا مع حضراتكم فيه يعني، لما خد القرار هل لاعبي نادي بيراميدز غلطوا في حاجه عشان ما يروحوش المنتخب، ولا القرار كان عند، انا بتكلم بصراحه يعني، انا بحب اتكلم بصراحه معلش يعني، كان عند مع نادي بيراميدز؟ مين اللي اتضرر في الاخر؟ المنتخب. فدلوقتي جاي كابتن حسام البدري يقرر العفو عن لاعبي بيراميدز، ماشي مفيش مشكله، المهم ان احنا نعالج بس الامور الفتره الجايه. يا جماعه بالمناسبه لان البعض بيفسر كلامنا غلط ان احنا واخدين اتجاه مثلا ضد الجهاز الفني او حاجه، بالعكس من الاخر انا كنت مقتنع جدا ان افضل المدربين اللي ينفع يمسكوا منتخب مصر دلوقتي هو الكابتن حسام بدري. راجل عنده شخصيه قويه مع اللاعبين، راجل عنده السي في المحترم بصراحه. لما بنيجي نتكلم على الوطنيين لا ابرزهم الكابتن حسام بدري، دي حقيقه، واختيار انا شايفه معظمنا كمان شايفه ان هو اختيار صائب. لكن في نفس الوقت انا كنت بخلق لنفسي الازمات كمدير فني لمنتخب مصر من فور تولي المسؤوليه. هو كمان تطرق كابتن حسام بدري، قال لك ايه؟ قال لك ان احنا كان الوقت ضيق وان الاتحاد اتاخر في الاعلان عن المدير الفني، فدي برده من ضمن العقبات اللي واجهتنا. بس انا عايز ارجع برده لحته بيراميدز دي في نقطه مهمه عشان تاكد بس كلامنا، وقال ان القرار ده هو كان واخده لفرض الانضباط والالتزام على الجميع خلال فتره مقبله. الانضباط والالتزام على مين؟ هل لعيبه بيراميدز ما كانوش ملتزمين؟ ما كانوش منضبطين؟ الناس كانوا عايزين يروحوا المنتخب، النادي بتاعهم ما رضيش، احنا عاقبنا اللعيبه ما عاقبناش النادي. هو مش هينفع تعاقب النادي، لان النادي كان شايف ان لسه ميعاد الاجنده الدوليه ما جاش. انا مش بدافع عن بيراميدز يعني، مش بدافع، بيراميدز المسؤولين غلطانين، لكن في نفس الوقت انت غلطت انك ما خدتش اللعيبه اللي كان ممكن يفرقوا معاك، المفروض ان انت من غيرهم كمان تكسب يعني. بالمناسبه يعني في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، لان برضه في الحقيقه اي حد بيتكلم دلوقتي يقول لك ايه احنا ممكن نغير الجهاز الفني، لا ده كلام غير منطقي اطلاقا يعني، كلام ما يفيدش في اي حاجه يعني. طيب الكابتن حسام البدري كمان بيطالب اللاعبين باغلاق ملف جزر القمر بعد العوده للقاهره. احنا المفروض نطالب كل الناس الحقيقه ان هي تغلق الملف ده، لازم ننسى الماتشين دول، ننساهم، ارميهم كده وراك، مباراتين للنسيان. تفكر بقى في اللي جاي، انت عندك التحدي الاولاني بقى والتجمع الاول هيكون في شهر 3 شهر مارس، وتصفيات اول جوله في تصفيات كاس العالم. اذا انت المفروض تكون مستعد، مش عارف هيبقى في معسكر ازاي مثلا في النص يعني، انت عندك بقى مباريات، انت مأجل دوري ومأجل ماتشات كتير، فانت عايز تلعب كل التحديات اللي عندك، وبعدين عندك ايه ارتباطات افريقيه للانديه. فانت هتلعب اول جوله في كاس العالم في تصفيات كاس العالم في شهر 3 من غير استعدادات للمنتخب. مش عارف هي هتبقى معادله صعبه في الحقيقه، لكن انت مجبر على كده خلاص. والسبب في الازمه دي احنا لازم ما نغفلش خالص اتحاد الكوره، اللجنه الخماسيه، هم مذنبين وليهم دور كبير جدا في المستوى اللي احنا واصلين له بالمنتخب الاول. انت خلصت البطوله بتاعت افريقيا، الجري مشي من يوم الماتش بتاع جنوب افريقيا في شهر 7، واللجنه جت في شهر 8، وقعدوا شهر كمان عقبال ما جابوا مدير فني، فانت ضيعت اجنده دوليه كانت في النص كمان ممكن تستفاد، معسكر كنت تستفاد منه. فالتاخر في الاعلان عن مدير الفني قعدنا فتره، مين ده اللي جاي، ولا ده اللي جاي، ولا مين ده، خلاص هو اللي جاي، تلاقي واحد تاني جه، برضو ده سوء اداره في الحقيقه يعني. الاهم يا جماعه، الاهم والله الموضوع مش مجرد انتقاد وخلاص،
كلام اعتقد ان هو منطقي يعني، وحضراتكم اللي تقيموا في كل الاحوال، واكيد حضراتكم بتقيموا احسن مننا كمان كل اللي بتشوفوه وبتتابعوه في الكره المصريه. لكن الاهم في كل الاحوال ايه؟ يا جماعه عالجوا كمسؤولين عن الرياضه في مصر، وزاره الشباب والرياضه، الاتحاد المصري لكره القدم، عالجوا، شوفوا الازمه فين وعالجوها. مين المتسبب في التدهور الفظيع ده الواضح لمنتخب مصر، وشوفوا المعالجه تبقى ازاي. المهم يبقى في خطوه للعلاج، زي ما كده ما كانش في خطوه لعلاج الازمات اللي كانت في بطوله الدوري السنه اللي فاتت، زي كده ما فيش خطوه للفار لحد دلوقتي. المغرب طبقت الفار واحنا ما طبقناش الفار، فانا مش عارف ليه يعني. فلازم المسؤولين يفكروا ازاي في كيفيه علاج الازمات في الكره المصريه عشان نبتدي بقى نطلع بالمنتخب اللي زي ما قلت لحضراتكم امبارح خد غطس مش عارف يطلع منه، ولغايه دلوقتي احنا مش هنطلع من الغطس غير لغايه لما نعالج، هنفضل كده غرقانين. المنتخب غرقان، المنتخب الاول يبتدي يطفو بقى على سطح المياه كده يعني، تمام، لما نبتدي احنا نعالج الامور يعني. الواحد زعلان في الحقيقه من امبارح. نعم، عايزين فاصل يا جماعه؟ ماشي. طيب كابتن حسام البدري كمان ايه، او خلاص كده اتكلمنا عن كابتن حسام البدري، نتمنى له يا رب كل التوفيق هو وجهازه معاه. انا عايز اروح لاحمد صلاح حسني، لاعب منتخب مصر السابق والنادي الاهلي السابق والفنان الحالي، بيقول ايه؟ صعود الفراعنه اللي كان امر طبيعي، لكن اين الكره الممتعه؟ هو ده كان تعليق ليه على تويتر، وبيقول ان الطبيعي ان مصر تصعد، احنا هنصعد، هو دي حقيقه، احنا ان شاء الله هنصعد، ممكن تصعد اول مجموعه كمان يعني. انت اسم كبير ومنتخب قوي، لكن في كل الاحوال فين الكوره؟ فين المتعه؟ مش موجوده، بقى لنا فتره كده ما اتمتعش الكوره بالنسبه للمنتخب الاول. فهو تطرق للموضوع ده يعني، ده شيء مهم. بالمقابل طبعا كان في تصريحات للمدير الفني او مدرب بجزر القمر، واللي قال ان احنا طبقنا طريقه وادي دجله، هو مدرب لفريق 18 سنه في وادي دجله، وفتره الاجنده الدوليه بيروح لجزر القمر، بيبقى المدرب العام للمدير الفني في المنتخب، وقال ان هو طبعا اكيد افاد المدير الفني بمعلومات كتير عن منتخب مصر، يعني الكلام الطبيعي. طيب نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبار حلقتنا النهارده، استنونا. طيب مباراة غانا وكوت ديفوار حتى الآن 2-2 في الدقيقة 115، واضح كده إن هم هيروحوا لركلات الجزاء الترجيحية، ونشوف بقى مين اللي هيتأهل للنهائي يعني. طيب معانا المداخلة ولا إيه؟ طيب لحد ما يجي لنا مداخلة مع زميلنا الأستاذ محمد الدرديري معانا؟ طيب نروح للأستاذ محمد الدرديري الناقد الرياضي بوكالة أخبار او بقاله انباء الشرق الاوسط، عشان هو متواجد في استاد القاهره، نعرف منه الاجواء وكل الاخبار تتعلق بالمنتخب الاولمبي. يا استاذ محمد مساء الخير عليك. الو يا استاذ محمد. طب هو مش سامعنا تقريبا، الشبكه كالعاده. ماشي، طيب نروح نشوف اهم عناوين اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا. الشروق، عاشور يحل أزمة الوسط في الأهلي، فايلر يعتمد على كابتن الفريق أمام الجونة والنجم الساحلي، محاولات لتجهيز ديانج وسعد سمير جاهز للمشاركة في المباريات، الفريق يتوجه إلى تونس بطائرة خاصة من الغردقة، وعبد الحفيظ يفرض حظر إعلام. الأخبار، فايلر غضبان، التدريبات مملة بدون الدوليين وودية مع الاتصالات. الأخبار المسائي، ضربة جديدة للأهلي، الفريق يواجه الاتصالات وديا، وحمدي فتحي يجري جراحة الصليبي اليوم. لا لا استنى استنى، اقطع الأخبار وارجع لي. ارجع لي يا بيبو بعد إذنك. معلش، لأن ده حاجة مهمة أوي. إيه اللي هم كاتبينه؟ الأخبار المسائي بتقول إيه؟ سيبك من العنوان اللي بالأحمر ده، بص على العنوان اللي تحته، الفريق يواجه الاتصالات وديا، وحمدي فتحي يجري جراحة الصليبي اليوم. يا جماعة لا، لازم ناخد بالنا من الأخبار بعد إذنكم. صليبي ايه لا قدر الله، مش ناقصين بصراحه يعني، موضوع وظروف. انا في الاول قلت غلطه عندي في الورق، لكن طلع الجورنال نفسه كاتب كده. هل هي غلطه مطبعيه بقى؟ بس المطبعيه هتكون بغلطه في حرف ولا بتاع، لكن ده في كلمه كامله، وكلمه ايه بتحدد مصير علاج لاعب 6 شهور. لا الخبر ده غير صحيح، هو غضروف مش صليبي، والجراحه المفروض ان هي النهارده باذن الله، وان شاء الله تتم على خير يعني بالنسبه لحمدي فتحي. نكمل اخبارنا يلا. الجمهوريه،
بعد اصابه ديانج، عاشور يقود الاهلي امام الجونه. المصري اليوم، فايلر يوافق على ضم كهربا بعد توقيعه 4 مواسم ونصف، واشعه جديده لديانج، فحوصات طبيه لفتحي، والفريق يواجه اتصالات وديا اليوم. طيب كلها اخبار مهمه، هنعلق على البعض منها. نبتدي بالشروق، وشروق اتكلمت النهارده وقالت ايه؟ قالت ان عاشور يحل ازمه الوسط في الاهلي، هو خلاص كده اقرب طبعا ان عاشور هيلعب جنب السوليه، الا لو في تفكير اخر عند مستر فايلر احنا ما نعرفوش، واحنا دايما متعودين مستر فايلر على المفاجات. فايلر يعتمد على كابتن الفريق امام الجونه والنجم الساحلي، ومحاولات لتجهيز ديانج، في محاولات طبعا لتجهيز اللاعب المالي ديانج عشان يكون متواجد، يمكن يكون متواجد في مباراه النجم الساحلي. اعتقد ان هو مش هيكون كمان اساسي، لو تواجد هيبقى على الدكه. وسعد سمير جهز المشاركه، خلاص سعد سمير بقى شوفيه تماما وشارك النهارده في المباراه الوديه، والامور ماشيه بشكل كويس ودي حاجه ايجابيه يعني. الفريق يتوجه الى تونس بطائره خاصه من الغردقه، وده امر مهم اتكلمنا فيه امبارح واول، وعبد الحفيظ يفرض حظر اعلامي، ده شيء ايضا طبيعي لان انت خلاص داخل بقى في ماتشات معمعه كده من ماتشات، ماتشات ورا بعض كلها صعبه، ومهم قوي ان شاء الله ان انت تكون موفق فيهم، فلازم يبقى في تركيز ومفيش كلام كتير طبعا من اي حد خلال الفتره اللي جايه من اللاعبين بالتحديد يعني. نروح لجريده الاخبار، وبتقول فايلر غضبان. ليه غضبان؟ عشان التدريبات ممله بدون الدوليين ووديه مع الاتصالات. الكلام مش منطقي بصراحه يعني الراجل زعلان. طب ما هو طبيعي ان هو الراجل زعلان اولا، بس عشان نوضح الصوره، طبيعي ان انت دلوقتي في فتره توقف دولي، فعندك عدد ما شاء الله من لعيبه النادي الاهلي في المنتخبات المختلفه يعني، اول واولمبي ومنتخبات اخرى يعني. ف ده امر طبيعي. وديه الاتصالات اتلعبت وخلصت 1-0 للنادي الاهلي، احرزه وليد ازارو، ووديه كانت هامه للغايه في الحقيقه. طيب انا هروح للاستاذ محمد الدرديري الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط والمتواجد في استاد القاهره الدولي، عشان يقول لنا كل الاخبار اللي تتعلق بالمنتخب الاولمبي قبل ساعات قليله جدا من انطلاق المباراه المصريه. يا استاذ محمد مساء الخير عليك. نور، اهلا وسهلا بيك امير، اهلا بكل المشاهدين. اهلا بيك، قول لنا كل الاخبار والكواليس والاجواء اللي عندك قبل انطلاق المباراه. يعني الحقيقه النهارده مباراه ان شاء الله نتوقع انها تكون مباراه كبيره، المنتخب الاولمبي في استعدادات كبيره، حضور جماهيري كبير جدا. كويس. اعداد كبيره من الجماهير بقت تتوافد على استاد القاهره من قبل المباراه الاولى اللي شغاله في الوقت الحالي الاضافي. اعتقد ان في هتبقى في مؤازره كبيره، منتخب مصر ان شاء الله استاد هيكون مليان على اخره، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا في المباراه دي. وحتى الان لم يعلن التشكيل الرسمي للجهاز الفني، خلال دقائق يعني هيتم الاعلان عن التشكيل بالظبط. حضور الجماهيري حوالي كام الف كده يا استاذ محمد؟ هو الاستاد يعني اكثر من 80% دلوقتي مليان، يعني على بدايه المباراه خلال نص ساعه هيكون اتملى كله، شكل الاستاد كامل ان شاء الله. يعني حاجه و70,000 هيكونوا متواجدين في المباراه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بقول لحضرتك في استعداد كبيره ومؤازره كبيره من الجماهير، وان شاء الله نتمنى تنتهي بتاهل مصر فوزها وتاهلها النهائي وتاهلها الاولمبياد ان شاء الله. طب انا عايز اتكلم معاك في جانب مهم قوي، وطريقه الدخول للاستاد، لان ده هيبقى شيء مهم احنا هنحاول نبني عليه لبعد بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية يعني في الحقيقة، لما إن شاء الله الجمهور يرجع للمدرجات. قول لي الظروف ماشية إزاي؟ الأمور ماشية إزاي؟ الجمهور في التزام، في انضباط؟ احكي لي القصة بتبقى عاملة إزاي من أول ما وأنت داخل الملعب كده يعني. الحقيقه طبعا رغم ان زي ما قلت من عدد الحضور الجماهيري الكبير والاعداد الكبيره اللي بتوصل، لكن في سهوله شديده في الدخول. كويس. في نظام كويس. نظام موضوع الفان اي دي وحجز التذاكر الالكترونيه ده بيسهل الموضوع بشكل كبير، كل واحد ماسك لابس الفان اي دي بتاعه وبيدخل بيتم مراجعته على التذكره، وفي حاله سيوله اجراءات عاديه كلها، سواء اجراءات تفتيش او ده طبعا لسلامه الجماهير، ولكن انا شايف ان الامور ماشيه بشكل كويس. اعداد كبيره من الجماهير، في نظام، ما فيش تكدس، بالعكس على الرغم من ان الاعداد كبيره جدا ولكن ما فيش زحمه وما فيش تكدس، في سهوله ويسر في الدخول لحتى ارض الملعب لحتى المدرجات. طيب اجواء مباراه الامس بتاعت مصر المنتخب الكبير مع جزر القمر، هل مؤثره على الجمهور اللي بتشوفه حواليك ولا الكلام ايه بالنسبه لهم يعني؟ يعني يمكن النهارده الناس كلها جايه مركزه على المنتخب الاولمبي، عايزين الفرحه النهارده بالمنتخب الاولمبي لتعويض الارهاق اللي عمله المنتخب الكبير في المباراتين الاخيرتين في تصفيات افريقيا. اعتقد الناس كلها بتتمنى النهارده
شوف نتيجه كبيره وتعوض الجماهير كلها عايزه تعوض عن اللي شافوه في المباراتين الاخرتين. تمام، مباراه غانا وكوت ديفوار اخبارها ايه؟ هو خلاص في الوقت اللي خلاص الشوط الاضافي الرابع 2-2 هيلعبوا ضربات جزاء خلال الدقائق يعني. مباراه قويه برضه، فوجئنا بمستوى رائع من الفرقتين. كوت ديفوار تتقدم وغانا تتعادل، كوت ديفوار تقدم وغانا تعدل قبل نهايه الوقت الاضافي بدقائق قليله. دلوقتي بيلعبوا وقت اضافي هيبدا على ضربات الجزاء ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ محمد الدرديري الناقد الرياضي بوكالة انباء الشرق الاوسط، واتكلم معانا في اجواء مباراه منتخب مصر مباراه جنوب افريقيا، واللي ان شاء الله نتاهل من خلالها للاولمبياد باذن الله تعالى. وحلو قوي حضور الجماهير الغفير، وان شاء الله على ميعاد المباراه زي ما قال لنا كده ممكن الاستاد يكون ممتلئ عن اخره، وده هيكون شيء ايجابي ومميز جدا في صالح منتخبنا الوطني الاولمبي باذن الله تعالى. نفرح ان شاء الله، نفرح النهارده ان شاء الله. طيب نروح احنا كده علقنا بقى على الاخبار خلاص بقى ماشي، نخش بقى على الجمهورية. بعد إصابة ديانج عاشور يقود الأهلي أمام الجونة، وكل خلاص بقى دلوقتي إيه بيتوقع إن عاشور هو اللي هيكون موجود في هذه المباراة. بالمناسبة يا جماعة ما كانش شرط خالص إن ديانج هو اللي يبتدي لو كان سليم على فكرة، يعني كان ممكن المدير الفني يكون بيفكر إن عاشور هو اللي يبتدي، مش معنى إن يعني كان ديانج متاح يبقى كان هو اللي هيبتدي أساسي، كان توقعات الناس تتنبأ تتوقع إن هو هيبتدي يعني. لكن عاشور موجود، وايضا في لاعبين يقدروا يلعبوا في هذا المركز، احمد فتحي ورامي ربيعه، دول في حسابات ايضا الجهاز الفني مؤكد، يعني في الاخر هو هيختار الانسب للاعب بجوار عمرو السوليه. طيب نروح لخبر اخر، مصر اليوم والكلام على كهربا. فايلر يوافق على ضم كهربا بعد توقيعه 4 مواسم ونصفا واشعه جديده لديانج. طيب موضوع كهربا كل يوم بقى هنتكلم فيه، تاخدوا مني الخلاصة؟ نقول الخلاصة. طيب كهربا في الصورة، في الصورة في النادي الأهلي تمام، بقوة بقوة، في قرار نهائي من الأهلي، مفيش قرار نهائي من الأهلي، مستر فايلر وافق أو رفض؟ لا لسه، القرار هيبقى من مين؟ هيبقى مستر فايلر. في ناس مقتنعة أن كهربا يبقى موجود؟ في ناس مقتنعة طبعا، في ناس لسه بتفكر؟ فالفترة الجاية هي اللي هتحسم. اللاعب يرغب في الانضمام للنادي الأهلي؟ مؤكد مؤكد. الجديد اللي هيحصل الفترة الجاية إيه؟ مش عارفين. هتقول لي يعني النسبة الأكبر إيه؟ يعني 50-50، خلينا نقول 50-50. مفيش أي قرار رسمي من النادي أو خلينا نحددها أكتر من مستر فايلر بخصوص كهربا. في كام يوم فاتوا حد قال لك إيه، أو الناس في بعض الصحف قالوا لك إيه؟ الراجل رافض. اليومين دول النهاردة وإمبارح لو بتتابعوا معانا وبتلاحظوا تلاقي اخبار تقول لك ايه الراجل وافق اللي هو فايلر. فمعنى كده ان لسه الاراء لسه الراجل ما استقرش، هيستقر خلال ايام وهنعرف الكلام ده لما يجتمع مع لجنه تخطيط للكره، هنعرفه اكتر بصراحه بقى بما اننا بنتكلم من منبر اعلامي رسمي يعني لما اللاعب يلبس تيشيرت الاهلي او خلاص الاهلي يصرف النظر، ممكن الاهلي يجيب 2 لعيبه تانيين، احنا عارفين متاحين النادي الاهلي 2 لعيبه يضمهم في شهر يناير ان شاء الله، ممكن يجيب 2 لعيبه خلاص يبقى كهربا خارج الحسابات. القصة هتتضح إن شاء الله خلال الفترة الجاية يعني. لكن هو في الصورة بقوة طبعا. طيب دي كانت أخبار الأهلي في الصحف، أخبار الأهلي في المواقع نشوف. يلا كورة. ملاعب الأهلي بعد إغلاق برج العرب وعدد الجماهير. مبتدأ الأهلي أجاييه لن يرحل إلى أوروبا ولا الخليج. اليوم السابع 19 مباراة تثير القلق في الأهلي بعد إصابة ديانج. وان ثري الحل الوحيد لأزمة فايلر في الأهلي. الوطن سبورت فايلر يتمسك بالتجديد لإكرام يا فتحي ويترك مصير سليمان وعاشور لمجلس الأهلي. موقع الكابتن مفاجأة، فايلر يجدد طلب التعاقد مع لاعب اندرلخت البلجيكي. يلا كورة بتقول الأهلي هيعمل إيه خلال الفترة اللي جاية بعد استبعاد ملعب برج العرب، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقالوا إن الملاعب وملاعب الأهلي هتكون إزاي وعدد الجماهير، وده طبعا خبر طبقا لمعلوماتهم هم واجتهاداتهم. فهم قالوا ايه؟ ان الماتش هيبقى
او ماتشات الاهلي المحليه هتبقى في استاد القاهره بحضور ايه 5000 مشجع من اعضاء الجمعيه العموميه، وماتشات الاهلي في افريقيا هتكون على استاد السلام بحضور 10000 مشجع. في حاجات رسميه بالكلام ده؟ لسه ما فيش حاجات رسميه. في محاولات ان النادي الاهلي يلعب كل الماتشات في استاد القاهره، اكيد هيبقى في محاولات. القرار في الاخر عند مين؟ عند الجهات الامنيه، لكن اكيد النادي الاهلي دايما بيتمنى ان هو يلعب على استاد القاهره لان ده بيبقى اهم. ونتمنى يا رب يبقوا مش 10000 بس ولا 5000 بس، احنا عايزين اكتر. الحياه الحمد لله جميله والله في مصر، الجمهور اهو بيحضر مباريات منتخب مصر والدنيا ماشيه زي الفل بصراحه، فنفسنا ان هي تفضل زي الفل في كل المباريات. يعني يبقى احنا قادرين بصراحه، احنا قادرين ان احنا نامن مباراه ب 100000 مشجع. فان شاء الله تكون خطوه بقى، ناخد الخطوه اللي بعديها. يعني الخطوه دي حصلت كذا مره ان الجمهور يحضر الماتشات، ماتشات المنتخبات بتحصل. احنا عايزين الخطوه اللي بعديها بقى ان الجمهور يحضر كل الماتشات عادي، ان شاء الله هتحصل باذن الله تعالى. نروح لموقع مبتدا. بيقول لك ايه؟ اجاييه لن يرحل الى اوروبا ولا الخليج طبقا لمصدر في النادي الاهلي اللي قال لهم الخبر ده. هو موضوع مفروغ منه في الحقيقه، يعني الراجل بيعتمد على اجاييه، واحنا شفنا الماتشات اللي فاتت ومدى اهميه اجاييه وعودته للمستوى، الماتشات اللي اتلعبت يعني لحد دلوقتي. فبالتالي مفيش تفكير اطلاقا في التخلي عن جونيور اجاييه. احنا بنتكلم على الموسم ده، الدنيا ماشيه الحمد لله كويس للاعب، واللاعب مكمل والراجل بيلعب ومقتنع بيه وبيلعب في اكتر من مركز وكلام من ده. فمفيش نقاش في القصه دي في الحقيقه يعني. الا ان يجد جديد يعني، يمكن حاجه طارئه او حاجه، لكن الراجل ماشي بشكل كويس. فكمان بيقولوا ان لو جه عرض طبقا للمكتوب في متن الخبر، يعني ان المصدر قال لهم لو جه عرض مناسب لاجاييه هندرسه، عرض يكون مناسب للاعب وللنادي. الكلام ده مش حقيقي يا جماعه، الكلام ده مش حقيقي. مفيش اي تفكير للتخلي عن اجاييه في شهر يناير، انسى. مفيش. ممكن يكون، انا مش بكذب المصدر، انا بكذب الخبر عشان بس الكلام يبقى واضح. ممكن يكون مع نهايه الموسم بقى تشوف حساباتك وتعمل تقريرك وتقيم امورك، يعني ساعتها تشوف على حسب مستويات اللاعبين كلهم مش لاعب واحد بس. فلكن اجاييه لاعب مهم طبعا ومكمل مع النادي الاهلي. اليوم السابع بتقول ايه؟ 19 مباراه تثير القلق في الاهلي بعد اصابه ديانج. اصابه ديانج مالهاش علاقه، ديانج مش هيقعد 19 مباراه غايب. اللاعب ان شاء الله خلال 3 اسابيع بالكتير يكون موجود يعني مع النادي الاهلي. هو يعني عنده زي مزق في العضله الضمه، ومزق مش بدرجه كبيره يعني. لكن هما بيتكلموا على ان انت عندك مباريات متتاليه خلال الفتره اللي جايه، انت هتتاثر بالاصابات، لكن ان شاء الله خلال المباريات دي هيرجع لك بعض العناصر المصابه باذن الله. يعني ممكن ان شاء الله عندك كريم نيدفيد ممكن يرجع ان شاء الله قريب يرجع، عندك ديانج هيرجع، حمدي فتحي على فكره ممكن من فتره ما تبقاش طويل قوي يرجع. فهنشوف يعني. بيقول لك 19 مباراه في 57 يوم، فده عدد كبير، فانت طبعا محتاج جاهزيه اكبر كم ممكن من اللاعبين، ده شيء طبعا منطقي يعني. لكن في نفس الوقت اللاعب ديانج مش هيجيب كل الفتره دي يعني. نروح ل 1-3. هم عاملين ازمه يعني، بيقول لك الحل الوحيد لازمه فايلر في الاهلي، مفيش ازمه ولا حاجه. هو بيقولوا يعني ايه بعد اصابه ديانج؟ يعني الاخبار كلها متشابهه بصراحه. هو قال لك بعد اصابه ديانج فمستر فايلر مش عايز يلجا لعاشور، معرفش عرفوا منين يعني الموضوع ده. رغم ان هو في الاول وفي الاخر ممكن يلجا لعاشور وممكن ما يلجاش لعاشور، اوكي؟ فبيقول لك ان احمد فتحي هو اللي هيكون متواجد، وهو ده الحل الوحيد لازمه نص الملعب في النادي الاهلي. ف ماشي، هنشوف ايه اللي هيحصل، ايا كان مين اللي هيشارك. احنا متاكدين لعيبه النادي الاهلي كلهم هيكونوا في الموعد في اي مباراه مقبله، والاهم واللي قبليهم كمان جمهور النادي الاهلي، ده رقم واحد. والجهاز الفني احنا واثقين فيه كل ثقه، وهو اللي يختار مين اللي يلعب يعني. الوتر سبورت بتقول ايه؟ فايلر يتمسك بالتجديد لاكرامي وفتحي ويترك مصير سليمان وعاشور لمجلس الاهلي. القرار كله في ايد مستر فايلر. بالمناسبه القرار كله في ايد مستر فايلر، هو هيقول مين يجدد مين ما يجددش. الاربعه يبقوا موجودين، ممكن يقول كده، هنشوف اللي هيحصل. الملف ده هيحسن قريبا باذن الله تعالى. موقع الكابتن واخر خبر معانا مفاجاه، فايلر يجدد طلب التعاقد مع لاعب اندرلخت بلجيكي. بصوا يا جماعه، اي خبر تقروه دلوقتي في الفتره الحاليه قبل اي اجتماع ما بين لجنه التخطيط والمدير الفني بخصوص ان فايلر طلب، ما تصدقوش الخبر ده. اجتهاد اوكي حلو مفيش مشكله، لكن بشكل رسمي الراجل طلب؟ لا ما طلبش. وانا كل يوم لازم هناكد على الموضوع ده، لازم هنعمل ايه؟ لازم ناكد كل يوم على القصه دي يعني. هو بيقول لك ان اللاعب ادريان تريبل اللاعب الفرنسي، وكان طلع كلام كتير الفتره اللي فاتت اول ما جه فايلر ان هو عايز اللاعب بتاع اندرلخت ده، وخصوصا ان هم كاتبين في منطقه الخبر بعد اصابات اللاعبين اللي في وسط الملعب.
مش بقول، مش معنى كده بقول ان الراجل ده مستبعد او النادي ما بيفكرش فيه او بيفكر فيه، الله اعلم. هيبان اكتر لما يبقى في تقرير من المدير الفني، لحد دلوقتي مفيش تقرير. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، نشوف الاخبار المحليه والعالميه. يلا بينا. بوابة فيتو جريده بعد تولي تدريب النجم الساحلي، مباراة الأهلي ليست مصيرية. اليوم السابع مامادو وأنياس ينتظم في تدريبات الإنتاج الخميس بعد نهاية المهمة الدولية. سوبر كورة طلع الجيش يختتم معسكره بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة طنطا. بوابة أخبار اليوم، وزارة الرياضة 32 مليون و200 ألف جنيه للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020. موقع الكابتن، صالة الشباب الرياضة تستضيف قمة دوري محترفي اليد دون جمهور. البوابة سبورت، محمد صلاح يصل إنجلترا بعد انتهاء رحلته العلاجية في دبي. موقع بطولات، وكيل النني وضح حقيقة عرضه على ميلان. في الجول، الاتحاد الإسباني يكشف كل كواليس عودة إنريكي. كورة، تيتي ميسي لا يقارن بأسطورة البرازيل. إذن كوت ديفوار أول المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزهم على غانا بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 في المباراة اللي انتهت منذ لحظات وثواني بالضبط. مبروك لكوت ديفوار، نتمنى إن شاء الله نبارك بعد شوية لمنتخب مصر عشان يكون تاني المتأهلين للأولمبياد بإذن الله، ونقابل كوت ديفوار في النهائي وبإذن الله ناخد البطولة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب نروح لبوابة فيتو، وزي ما حضراتكم عرفتوا طبعا ان جاريدو المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي واللي حقق مع النادي الكونفدراليه بطوله الكونفدراليه الافريقيه في 2014 تولى رسميا تدريب فريق النجم الساحلي، وهيكون على راس القياده الفنيه في اول مباراه افريقيا بالنسبه لهم، لسه عندهم مباراه في الدوري يعني الاول هتكون امام النادي الاهلي. هو الراجل ليه تصريحات قال مباراه الاهلي مش مصيريه، ليه؟ لان احنا بنلعب في دور المجموعات، فلسه احنا عايزين نجمع اكبر كم ممكن من النقاط عشان نتاهل للادوار المقبله يعني. لكن قال ان هي مباراه مهمه في كل الاحوال، ان احنا بنلعب نادي كبير زي النادي الاهلي فهتبقى مباراه قويه، وقال ان هو مركز في المباراه المقبله ليهم في الدوري التونسي. اليوم السابع واحنا بنحاول ناخد مع بعض كده بعض الاخبار المحليه، لان خلاص داخلين بقى على الدوري، الدوري هيبتدي يوم السبت تقريبا يعني. مامادو وأنياس ينتظم في تدريبات الانتاج الحربي يوم الخميس بعد نهاية المهمة الدولية، وده لاعب كان متواجد في منتخب موريتانيا وهيعود للتدريبات الانتاج الحربي. يعني عندهم أول مباراة جاية مع طلائع الجيش، مباراة أيضا هتكون مهمة، وبيستعيدوا هذا اللاعب الدولي واللي أكيد بيكون مهم بالنسبة لهم. نروح لسوبر كورة وطلائع الجيش بمدير فني جديد كابتن طارق يحيى، بيختتم معسكره بالاسماعيليه استعدادا لمواجهه طنطا. هم كان عندهم معسكر ابتدى يوم السبت اللي فات في الاسماعيليه وهيخلص النهارده، وعندهم مباراه طنطا. هتقولي طب ما الانتاج كان لسه بنقول في الخبر اللي فات ان هو هتكون اول مباراه ليه مع طالع الجيش. لا هقول لك استنى، احنا عندنا هنا في الدوري المصري تشوف حاجات مختلفه يعني شويه. عندك ممكن الانتاج يكون لعب ثلاث مباريات بس او اربع مباريات، وطالع الجيش لعب ثلاثه، فلسه طالع الجيش يكمل الاربعه وبعد كده يبقى يلاعب الانتاج يعني عادي، ده بيحصل عندنا عادي. لكن اول مباراه لطلائع الجيش هتكون خلال الفتره اللي جايه مع طنطا. فالمهم يعني ان هم لعبوا ثلاث مباريات، طلائع الجيش خسروا اول مباراه مع المقاولين، وتعادلوا مع انبي في المباراه الثانيه، وتعادلوا مع بيراميدز في المباراه الثالثه. بوابه اخبار اليوم، وزاره الرياضه بتقول ان 32 مليون و200 الف جنيه للاعداد لاولمبياد طوكيو 2020، ويعني ده الفلوس دي هتتوزع على 24 اتحاد لمحاوله في تجهيز كل ابطالنا المصريين هيشاركوا في الاولمبياد وكيفيه اعدادهم. فبالتالي الوزاره بتقوم في الحقيقه بدور كبير جدا، وده دورها طبعا وواجبها، وان شاء الله يكون في توفيق عند كل الاتحادات في الاعداد لابطالنا عشان نحاول نجيب اكبر كم ممكن من الميداليات ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه او خلال طبعا اولمبياد طوكيو 2020. موقع الكابتن، صاله الشباب والرياضه تستضيف قمه دوري محترفي اليد دون جمهور، وفي ماتش ما بين الاهلي والزمالك في بطوله الدوري لكره اليد، دي هتكون يوم 17، والمباراه دي هتتلعب على صاله الشباب والرياضه اللي هي في اكتوبر.
وهتكون الساعه 8 وهتبقى من غير جمهور. ده قرار اتحاد كره اليد او لجنه المسابقات في اتحاد كره اليد بالتحديد. البوابه سبورت محمد صلاح يصل انجلترا بعد انتهاء رحلته العلاجيه النهارده. هو كان عنده طبعا رحله علاجيه في دبي، النهارده نزل صوره كده على السوشيال ميديا عنده، وصوره بتبين ان هو في طريقه يعني لعودته لانجلترا عشان يستعد الفتره الجايه مع ليفربول. نتمنى ان هو يكون شوفيه تماما عشان يشارك في المباريات المقبله. عندهم كريستال بالاس يوم السبت اعتقد، مباراه هتكون مهمه بالنسبه لهم. طيب بطولات، وكيل النني بيقول ايه، بيوضح حقيقه عرض النني على ميلان، قال ان الكلام ده ما حصلش وان الصحف الايطاليه لجازيتا ديلو سبورت بالتحديد هي اللي كانت طلعت الانباء دي من فتره ان ميلان مهتم بالنني وهيدفع 15 مليون يورو عشان يضموه. قال الكلام ده غير حقيقي واحنا ما عرضناش اللاعب طبعا على ميلان. طيب انريكي رجع النهارده من في الجول، رجع للمنتخب الاسباني، واحنا عارفين هو كان ترك المنتخب الاسباني بسبب مرض بنته ربنا يرحمها اللي توفت لاحقا بعد استقالته من المنتخب الاسباني. ورئيس الاتحاد هناك الاتحاد الاسباني قال ان احنا كنا في تواصل دائم مع انريكي، وان روبرت مورينو المدير الفني الحالي واللي خلاص مشي النهارده اللي كان مساعد لانريكي، وهو عارف كده كويس ان لما يكون انريكي جاهز لتولي المسؤوليه هيرجع. وكان في تواصل كمان، هو بيقول كده رئيس الاتحاد الاسباني، كان في تواصل ما بين انريكي ومورينو اول باول ومفيش اي مشكله ومفيش اي خداع لاي حد، يعني قصده بكده مورينيو، يعني لان البعض قال لك ان مورينيو حاسس بالصدمه والخيانه يعني بعد عوده انريكي، لكن الامور ماشيه بالشكل الجيد. يعني اخر خبر معانا موقع كوره بيقول ايه، تصريحات لتيتي مدرب البرازيل، قال ميسي لا يقارن باسطوره البرازيل، قصده على مين، على بيليه. بيقول ان ميسي لعيب كبير جدا واسطوره كبيره، لكن هو لاعب زيه زي اي اللاعبين في العالم، لكن في المقابل بيليه ده لاعب من كوكب اخر، والناس اللي شافت بيليه هتعرف كده كويس. ده على كلام طبعا على حسب كلام تيتي، وانه كان لعيب بيعمل حاجات مختلفه في الكوره، بيجيد التهديف بدماغه برجله بكل يعني بكل امكانيات اللي عنده. يعني هو كان في مشاده ما بين تيتي وميسي في المباراه الوديه بتاعه البرازيل والارجنتين اللي كانت في السعوديه. طيب دي كانت اخبارنا النهارده وحلقتنا الخاصه جدا النهارده قبل مباراه مصر المنتخب الاولمبي امام جنوب افريقيا. ان شاء الله المباراه كمان ساعه وربع، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويحققوا امال الشعب المصري في التاهل لاولمبياد طوكيو، ويلعبوا كوت ديفوار في النهائي باذن الله تعالى بعد تاهلها. دي كانت حلقتنا، هسيبكم مع تقرير مع الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ونشوفكم بكره باذن الله تعالى، نكون بنبارك لبعض بتاهل مصر لاولمبياد طوكيو باذن الله تعالى. الى اللقاء. عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة. شوف احنا بنينا العيلة دي على إيه؟ أول ثلاث كلمات تحت، أساسها التاريخ وأساسها المبادئ وأساسها التطوير. هي دي عيلة النادي الأهلي اللي مبنية عليه ومش هنتنازل عنها أبدا. بما ان انا كنت لاعب كره يد في النادي الاهلي، فبالتالي النشاط الرياضي بالنسبه لي مهم جدا. وفعلا لما دخلنا المجلس غيرنا بعض المدربين والمدراء لقطاع الناشئين في اللعب المختلفه، وحصل تحسن بشكل كبير جدا ونتائج جيده. على سبيل المثال مثلا السنه دي كره اليد خدت الدرع العام للناشئين، وده ما كانش حاصل من 5 سنين، ده كان انجاز كويس جدا. كمان استعنا بخبرات كبيرة زي الكابتن سيد صابر في مدير قطاع الناشئات لكرة السلة. كمان كان في بعض الناس بتقول ان الشباب ما بياخدوش فرص في اللي هم يبقوا مدراء او مديرين فنيين في الالعاب المختلفة. في الباسكت بنات بقى في كوادر جديدة، فكمان كرة اليد حتى تحديدا يمكن لما استلمنا كرة اليد كانت عاملة نتائج جيدة جدا. بما ان انا لاعب كرة يد وفي المجلس، فالناس متوقعة ان النتائج تكون جيدة. طبعا احنا خسرنا بعض البطولات في كرة اليد، وده يمكن ليه كان اسباب كتيرة جدا، من ضمنها وده يعتبر السبب الاساسي كان عامل السن او متوسط سن اللعيبة في الفريق كان عالي جدا. فلما عملنا احلال وتبديل طبعا حصل دروب في الفترة اللي فاتت، ولكن النهاردة استعنا بإدارة فنية مدير الفني السويدي اولا، واعتقد عامل نتائج جيده جدا لغايه دلوقتي. وكمان نزلنا بمتوسط اعمار الفريق ولغايه دلوقتي عاملين نتائج كويسه. اما بالنسبه للالعاب الفرديه طبعا الاهتمام بيها كان بشكل كبير، وخصوصا الكاراتيه والجمباز، وشفنا يمكن انشاءات كمان اختلفت تماما، سواء من صاله الكاراتيه تكييف الجمباز في الجزيره كان ليه نتائج جيد جدا، وشفنا الجمباز بياخد كمان الدرع العام في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، وده ما كانش حاصل من 5 سنين بسبب الإمكانيات والأجهزة والصالة اللي موجودة
للجمباز. طبعا الكاراتيه حدث ولا حرج يعني، طبعا زميلي الدكتور مهند مجدي موجود في المجلس، هو راجل بطل عالم سابق، فبالتالي الكاراتيه كمان عندنا ابطال عالميين جيدين جدا. ومن اول ما جينا المجلس كان في عقود لعيبه كانت بتنتهي، يمكن كره الطايره في اليد في الباسكت، وقدرنا نطور العقود ونجددها. اما بالنسبه لكره السله فطبعا زي ما انتم شايفين السنه دي بقى في تطوير شامل على مستوى الفريق بالكامل، على مستوى القياده الفنيه كابتن اشرف توفيق راجل مدربين محترمين. مش معنى كده المدربين اللي قبليهم ما نفذوش المطلوب زي كابتن طارق، لا كان بالعكس، ولكن دايما احنا بنجدد وبنطور للافضل والاحسن لصالح النادي الاهلي. فالنتائج بتاعت كره السله بتتحسن، وان شاء الله متوقعين ان شاء الله ناخد بطوله واثنين وثلاثه في كره السله، سواء على المستوى المحلي او مستوى القاري، في وجود نخبه كبيره من اللاعبين وجهاز فني قوي. كمان ده بالنسبه للرياضه. بالنسبه للانشاءات احنا طورنا بشكل كبير، اتكلمنا عن الانشاءات في القايمه، واتكلمنا عن احنا عاوزين نعمل ايه للنادي الاهلي. حصل تطوير كبير جدا في اهلي ميت نصر، شفنا المطاعم الفود كورت اللي اتعمل، شفنا المنطقه الترفيهيه، كمان التجديد اللي حصل في نادي الجزيره، يمكن نادي الشيخ زايد وفرع الشيخ زايد تحديدا هيكون فيه تطوير جيد جدا الفتره اللي جايه. وطبعا ارض التجمع هيبقى ليها عامل كبير جدا في الفتره الجايه، فبالتالي التجديد والتفكير الفتره الجايه والتركيز هيبقى على فرعين الشيخ زايد والتجمع. عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة. شوف إحنا بنينا العيلة دي على إيه؟ أول ثلاث كلمات تحت أساسها التاريخ، وأساسها المبادئ، وأساسها التطوير. هي دي عيلة النادي الأهلي اللي مبنية عليه، ومش هنتنازل عنها أبداً.